حقنا الوقت. انا نظن في رايي الشخصي انه لازم يجب الخروج على النظور. سي بون لا ليجيتيميتي ريفولوسيونير داروا الثوره وحنا كنا ونزلنا سي بون داروا الثوره الله يبارك كنا جونا في بلاصتهم بالك درناها خير. دونك لا ليجيتيميتي ريفولوسيونير مليحه ماشي مليحه يفو سورتير دو سا. لا بروميير ريبوبليك كانت فيها عفايس وما فيهاش ماتنو يفو افوا اون نوفال ليجيتيميتي خلاص لازم نخرجوا من هذا الجيل هذا ونقدروا اون بو سانسبيغي دي توت لي زوت ناسيون اللي ولحقوا الوقت وين لا ليجيتيميتي هذيك تاع لي زونسيان كومباتون ولات خلاص خويا مجاهد الله يسهل درت الثوره ومن بعد يلاه سي كوا لو يوم بعد ابخي تو على هذا كنت نقول انا يجب نخرجوا على نوفمبر لانه حتى نوفمبر مستغل من طرف سي التيار السياسي خاطش فيه كلمه واحده يتكلم على المبادئ الاسلاميه قال لك حبوا يديروا شريعه بك دونك سي بور سا لازم نخرجوا من الدوغماتيه هذا هو الاهم لانه المرحله القادمه عندنا دو نوفو ليدر دو نوفيل بيرسون اللي فاهمين السياسه والشعب الجزائري كاع راهو يتكلم في السياسه فاذا الوقت اللي مر بهذه الطريقه من دون لعب ورقه التصعيد في صالحنا هذا ما يمنعش ونختم عليها انه نفكر في طرق اخرى ان بو بلوس دينوفاسيون بور بروندر دي بورفو لو ريجيم ربما المراديه ولا طاكاره ولا حاجه واحده اخرى لما لا لكن باسكو الصح راه في طاكاره اخي هكا هما اللي يحكموا اساسيني ماتو لي مارتيك دو بران دو نوا لعيبه دايم هاد هضره سيني بسلايس قبايلين ثلاثة معليش أين الخدمة ديت مرت القبائل؟